اهلا وسهلا بكم في هذا الفلوق الجديد. اليوم عيد ميلاد هبه بس الكل بالشغل وانا هسه خلصت شغل فرايح عليها نتغدى على ما الكل يخلصون شغل وبعدين نشوف شلون نحتفل. يعني ناس يقولوا ليش ما تدور على مره؟ خل القى سيارتي بالباركينج انا اول شيء. اول مره تعرفت على هبه هي بخطوبه روى وهبه ووراها من الزوجو. هي كانت عايشه بالسويد هسه اجت دبي ومن اجت دبي فعلا تعرفنا عليها وطلعت خوش بنيه. لا اوكي يعني توب توب تمام ماكو مثلها. انا ما كنت احتاج انه اتعرف عليها على مود احبها لان اثق بالذوق مال روى. يعني هو روى اذا اختارني كبس فرند يعني اكيد عنده ذوق. اذا انتم ما شايفين حفله عرس روى وهبه فمعناته انتم ما شايفين اشهر فيديو انا منزله بحياتي، لان هذا الفيديو وصل 2,000,000 مشاهده عن طريق الفيوز دايركت على الفيسبوك مالتي والناس اللي نشروا 2,000,000 فيوز. يعني فشي مو طبيعي. حطيت لكم اللينك هسه جوا بالدسكربشن تقدرون تروحون تشوفون العرس مال روى وهبه. وسنه حلوه يا جميل. وهذا العيد ميلاد راح يبدي بالباركينج هسه. انا يا طير ضيعني نصيب، انا يا طير ضيعني نصيب، حرفاني لاني ولاني لحبيبي، ابويا لاني لاني ولاني لحبيبي، انا يا طير ضيعني نصيب، انا يا طير ضيعني نصيب. صح منظر حلو وانترو حلوه وموسيقى حلوه بس انصمتنا من الحر فراح نروح المول احسن. يعني بالعيد ميلاد الناس يطفون الشمعه، الشمعه تذوب مو احنا نذوب. لا وشنو لو بان كوتيديان بالاميريتس مول. يا هلو فروم ذا ماجور فاميلي اشتين هان ميد ان تونيزيا. هم ذولا اختصاصهم هاي السوالف، مربى على زيتون على مناطق. جاي نجرب عم ناخذ شيشه للبيت البيت روى على قولة وليد ابل ستوري مو ابل ستور. واغنية اليوم بعنوان ويا حميد يمه، يا حميد يمه، هالي وعمامي ويا حميد يمه، وطرطا طرطا طرطا. المهم عيد ميلاد سعيد. شكرا. صار لي ساعة افتر. شكرا. شنو؟ هبة حان وقت الاسئله المحرجه، من تحبين اكثر روى ولا ابوك؟ طرطا طرطا طرطا. هبه بعد سؤال محرج، بالسلو مال عرسكم شلون كان الرباط مال روى؟ ها؟ وصلتي للرباط ما وصلتي لوجهه. طرطا 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 طرطا. هبه ثالث سؤال محرج بس هذا السؤال مزعج بنفس الوقت. ايه بس مو تنقهرين. حاول منسوين اكل الروى وياكل وتشعكرن انت لان تعرفين انه اكل امه اطيب. شنو احساسك؟ كحياتي. وتنتهي اليوم حلقتنا مال الاسئله المحرجه، واذا عجبتكم هاي الفقره نقدر مثلا باكر نسويها ويا فوفو عقب باكر ويا رامي او ويا روى ابو عروبه الغالي. حابب اصحح المعلومه، الطبخ مال هبه يخبل. هبه ها هبه وديتها للبيت. اوكي انا هسه رايح البيت فوفو لان كمبيوتري هناك اكمل كم شغله عندي، وهسه بعدين روى ابو عروبه الغالي جاي. والفلوق ما يحلى بدون قهوه. الكيكه رجع من الشغل. باعوا باعوا نظم الريح مالته. باعوا باعوا ذني ما يخلي اي واحد يستعملهن. ليش ما تخلي ذني اي جريبه احد يستعملهن؟ اي جريبه من غير عالم، من غير عالم. هذا الباقي الجوتشي ما بوس ما سالوران ما ادري شنو سالوران. سالوران ولك انت مال سالوران. حتى كريستيانو رونالدو انت ما اسوي لك ريحه كباب يشتري فيها. كريستيانو رونالدو من يوقع لك على عطر نفسي يعني شنو؟ لا كريستيانو رونالدو موقع لك عليه شنو مثلا؟ لكل احباب ريال مدريد كريستيانو رونالدو موقع ريحته الفوفو. رونالدو باعتباره هو ابو عروبه الغالي. يعني ام البيت من تجي تحط بخور ومواضيع. هذا الويكند عركنا انا وفرات، كل واحد راح يقضي بمكان. انا راح اطلع ويا اصدقائي بدونك. يعني قصدك روى؟ اي روى. الكوي على اغاني رومانسيه. لازم تو ليت تزوج بنات تو ليت باي. انا ما اكوي بس بعدني سنجل. هلاو. اليوم روى ماخذ هبه المطعم
وانا راح اكون السائق مالتهم. واللي راحوا شافوا اللينك مال الفيسبوك مال عرسهم متسع من قلت لكم شافوا انه بالزفه هم انا كنت وياهم. شوفوا الحنيه شلون اعلمك الحنيه خاف قلبك مو علي. شوفوا عدا فرات كان يلبس جواريب منقطة احمر. عدا فرات قراقوز لو شنو؟ انا اول جواريب المنقطات انا كنت اشتريها. او مفتخر؟ منو كان يشتري لك اياهم؟ انا احسك راح اضوج تروح بعد تحتفل بعيد ميلادك. تريد اجي وياكم؟ ليش لا؟ احسك تريد تتوصل بيا بس مستحي. حبيبي الحمد لله بالشكر. معروفه الغالي. انا زوجتي. وهاي السياره راح تنفتح هسه. حط اغاني تفرح الروعه ما يضوج انه خطيه رايح بوحده وعد ميلاد يعني ميلاد نبل. وعروبه لا تضوج يعني صح احنا ما جايين وياك بس راح تتونس يعني باعتبار مرتك. يلا اسمع هاي الاغنيه اسمع كاظم. هسه ابو عروبه ادري بالك على اختنا هباوي وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله. حبايب نشوفكم بالافراح ان شاء الله. يلا شربوا بيبسي. الله 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 وياك. والله انا شخصيا اذا متزوج يعني وصديقي وصلنا انا ومرتي لعيد ميلادها وش اسمه يعني قلبي ما يعطيني انه اخليه يرجع بوحده بس هذا الموجود يعني البشر هيك صايره بعد صراحه يعني ما خلاص هم يخلوني انزل الفلوجات مالتي على الواي فاي مالتهم وانا اوصلهم كل من في ملا يعني توصل الوقت شو اسمه يعني اكو حد اكو هاي مع السلامه. رايح على ساندرا على مود نطلعها لان اليوم ويكند. ساندرا تعي بعد السشوار طقيت تبعي بعد بشرفك لوحه فنيه بيكاسو ساهي لو شنو. وجولتنا تستمر مع سندورة الى دبي مول راح نلتقي برواد ورند وفهد ورؤى. فهد لايك راح تدير بالك على بنت خالتي؟ اكيد يعني راح تدير بالك عليها؟ مليون بالمية ترى مثل اختنا اكيد. ها؟ زين شنو راح تسوي لها اول شيء؟ حب وحنان. لا لا حب ولا حنان اخوية واحترام. اخويه اي اخويه مثل اختك هاي. اوكي اي ماكو هاي مال سوالف افلام امريكيه ما ادري شنو ماكو. لا اوكي قبول. اي طبعا رند راحت مره لباريس اعتبرت روحها فرنسيه يعني لازم تشرب شوربه قبل الاكل واذا ما شرب شوربه قبل الاكل البروتوكول كله يتخربط. شورطك مو قلت لك بنت خالتي هي هيج الا اتزوجها يابا مبروك. قلت منستي كلنا شنو اليوم حطينا اغاني. الله 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 وياك. الله 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 وياك. الله 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 وياك. ايش قد حلو يومنا من ينتهي يا سندورة. نتمنى انه اليوم تكونوا بخير. من اقرى تعليقاتكم كلش كلش افرح لان دائما ايجابيه وحلوه وتفرح وتخيل واحد يبتسم من الصبح بس كل 200 تعليق كل 150 200 تعليق اكو تعليق واحد سلبي. هذا الشيء ابد ما يزعجني لان اكو تعليقات سلبيه جدا تساعدني عم اطور هذا الفلوج ده تشوفونه انتم مشاهدين رايكم كلش يهمني. واكو تعليقات سلبيه ما اهتم لها لان جايه من ناس يعني بس يردون يخبثون او نسبة جدا قليلة اصلا يعني ما اتذكر اخر مرة شفت قاري ايش تعليق. شغلي بالدعاية عبارة عن يجيني مشروع وانا لازم اصمم 50 فكرة ومن هاي 50 فكرة نختار 10 افكار راوية للزبون والزبون يختار فكرة من عندها. فمعناتها اكو 49 فكرة راح اقدمها الزبون راح يكرهها وما يحبها وراح يقول لي اياها بطريقة جدا قاسية وسلبية. فانا متعود انه اسمع تعليقات مو حلوة. بس انا اذا مو لؤي وما متعود انه اسمع تعليقات سلبية ويجيني تعليق سلبي على اليوتيوب ممكن راح اتاثر. فراح اعطيكم نصائح انه شلون تكتبون تعليق سلبي على مود تساعدون الثاني انه يطور نفسه ومو ينزل نفسه. اكو 3 مراحل اذا تبعتوهن ممكن الانسان اللي قدامكم من تطور رايكم السلبي ما راح ينجرح. مثل ما قلنا دماغ الانسان يركز بس على الاشياء السلبيه. فاذا عندكم تعليق سلبي على شخص فانتم معناته اكيد هذا الشخص تحبوه معناته اكو اشياء حلوه بي. فابدوا بالشغلات الحلوه وكثروا منها وزرقوا لكم تعليق صغير سلبي بيناتهم حتى يتوازن. ثاني شيء هي مرحلة التركيز. مو مهم انه بس تقولون
10 اشياء ايجابيه بس واحده سلبيه، لان الواحده السلبيه راح تكون كلش دقيقه وراح تكونون مركزين على موضوع مهم، فلازم تركزون همين على الاشياء الايجابيه، لازم تدخلون بدقه على موضوع انه الشخص يقتنع انه انتم فاهمين شخصيته. فركزوا على الاشياء الايجابيه بقد ما تركزون على الشيء السلبي تردون تقولونه. ثالث نقطه هي شلون راح اتعاون ويا هذا الشخص على مود يطور هاي المساله، ولازم تقولون شنو الشيء اللي ألمكم شخصيا بهذا الموقف بدلاً ما تلومون الشخص اللي هو سواه، وبعدين لازم تقترحون حلول لهاي المشكلة بدلاً ما تقولون أنا حكي صح وأنت حكي غلط. هجيب لكم مثل، خلينا نقول أنا ما أعرف هاي النقاط هسه عددتها كلها وجاي أنتقد بنية على الإنستغرام، أدخل على حساب مالتها أقولها شوف هاي كلها ميك اب وبوتوكس وكلها فيك كلها كذب، تعليق ناشف ما له معنى يأذي ويجرح. بس إذا طبقت هاي النقاط اللي استنى حكيت بيها شوفوا التعليق شلون راح يتغير. انت اللوك مالتك كلش حلو، يعجبني شلون تنسقين الملابس والمناظر تطقين بيها صور كلش حلوه، بس ليش هالقد تحطين ميك اب؟ انا متاكد انه انت بدون ميك اب همين حلوه، اتمنى انه بالبوست الجاي تراوينا صوره بدون ميك اب. يعني شوفوا هنا هي اولا ما راح تطقني بلوك، ثاني شيء راح ثقتها بنفسها تزيد، وثالث شيء راح تجرب شيء هي ما خاطر على بالها، وممكن اذا متابع واحد عجب هذا الشيء ممكن ملايين المتابعين يعجبهم. فبليز من تكتبون تعليق سلبي كتبوه بطريقة حلوة ومثقفة، لأن كلنا نحبكم، وإذا ما نحبكم ما ننزلكم أشياء، فنتمنى أنه تفهمون هذا الشيء، وهذا البلوغ راح ينتهي هسه. يلا مع السلامة، باي باي.